نذهب إلى جون كيربي وتصريحاته الآن، من ثم نعود إلى حوارنا دكتور صبري. نريد مشاهدة تصعيد، وما قمنا به منذ 7 أكتوبر هو إدارة هذه المخاطر التي تزداد وتنخفض كل يوم، وهي لا تجعل مهمة خفض التصعيد والردع أقل تعقيدا. هل تعتقد الولايات المتحدة أن ما تم كان استفزازيا وتصعيديا؟ كما قلت من قبل، أنا لا أستطيع أن أؤكد التقارير الواردة بهذا الشأن. لدي سؤال بشأن الشرق الأوسط وروسيا وأوكرانيا. بالإضافة إلى مصر، قطر وروسيا والصين أدانت كلها عملية القتل. ما هو ردكم على ذلك؟ وهل الولايات المتحدة ترى أن الصين تتدخل في الشرق الأوسط لكنها لا تستخدم هذا التأثير في الاتجاه الصحيح؟ أنا لست في موقف لتحقق من التقارير والبيان الصادر عن حماس. أما بالنسبة للصين، فقد قلنا مرارا وتكرارا أننا نرحب بأي دور ذي مصداقية من قبل الصين أو غيرها، سواء كانوا في المنطقة أو خارجها، من أجل خفض التصعيد ومساعدتنا على إنهاء هذه الحرب وضمان أمن إسرائيل. أي مساهمة من بلدان أخرى يمكن أن تتم بطريقة شفافة هو أمر مرحب به، لكننا لم نرى ذلك تفعله الصين. هل لك أن تؤكد التقارير التي تشير إلى الوضع الخاص ب؟ بالوضع الخاص بالأمريكيين المحتجزين في الخارج. لقد أكدنا منذ بداية هذه الإدارة أننا نعمل دون هوادة من أجل إعادة المواطنين الأمريكيين المحتجزين، وهذا ينطبق على الصحفي من مجلة وول ستريت. أما بالنسبة لسؤالك الثاني متعلق بأوكرانيا، فيمكن أن تطرحه على أوكرانيا، ولكن كما قلنا وقلنا ذلك خلال قمة الناتو، هو أن تقديم طائرات F-16 لأوكرانيا هي عملية مستمرة، وقلنا أن ذلك سوف ينفذ بنهاية هذا الصيف، وليس لدينا شكوك حيال ذلك. بالنسبة لفنزويلا، أولا فيما يتعلق بدعوة الرئيس يولا، هل طلب الرئيس بايدن شيئا محددا من الرئيس البرازيلي من أجل المساعدة فيما يتعلق بالأوضاع في فنزويلا؟ طبعا تم الحديث بشأن الانتخابات في فنزويلا. إذن مشاهدينا، ما زلنا نتابع كلمة جون كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض، يقول فيها إنهم ما زالوا يعملون على دفع محادثات الصفقة أو المحادثات بين حماس وإسرائيل. قال إنهم لا يعتقدون أن التصعيد في منطقة الشرق الأوسط حتمي، ولكن شدد من ناحية ثانية على أن القوات الأمريكية في الشرق الأوسط هي في جهوزية تامة. إذن إلى الآن هكذا تبدو التصريحات الأمريكية، لا سيما تلك الآتية من البيت الأبيض. ما زلنا نتابع هذه التصريحات، والآن يعني يجيب عن أسئلة حول فنزويلا وكذلك إيران، ولكن نبقي عيننا أكيد على هذه الكلمة.